هل تذكرون أول من لعب الشطرنج بأفكاره بعد زرع شريحة في دماغه؟ شركة نيورالينك التي طورتها تعلن عن شريحة جديدة لكن بمواصفات أكثر كفاءة وفاعلية. الشركة التابعة لإيلون ماسك أكد مسؤولوها أن الشريحة الدماغية الجديدة ستتطلب نصف عدد الأقطاب الكهربائية المستخدمة في الشرائح السابقة، مع التركيز على التخفيف من المخاطر المرتبطة بزرع الشرائح في الدماغ، من بينها نحت الجمجمة وخفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى المستوى الطبيعي. هذه التدابير اتخذتها الشركة بعد أن واجه أول مشارك في التجربة مشكلات مع الأسلاك الرقيقة المستخدمة في تركيب الشريحة المزروعة في الدماغ. الشريحة تستهدف بالدرجة الأولى الذين يعانون من الشلل وإصابات في العمود الفقري، حيث تساعدهم على التحكم في أجهزة الكمبيوتر بعقولهم، وهي طريقة تعرف باسم التخاطر. برأيكم، هل ستغير الشريحة الدماغية مستقبل التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا؟